كأني خوفتك. أبداً، مو مشكلة. قوليلي، شفت الصور؟ لا، انمحت كلها. اللي عمل هالشي يا إشكي حدا كتير ذكي. سونو منيحة؟ كيف رح تكون منيحة وهي بهيك موقف معك؟ في شغلة تانية. شو؟ أنا لقيت تحت التخت وكأني مهتم لأسمع كلامه. كنتي عم تحكي شي ما؟ شو؟ لقيتي تحت تخت. ايه صح، أخذت سونالي على الغرفة وهنيك. انت منيح؟ ايه. عمتي اليوم عزمت الكل على العشاء، أنا رايحة أعزم ميانكو إشكي. طيب ريا، خلص أنا بروح وبخبرهم. أوكي. ايه مايانك. أنا كتير آسف، شكلي جيت بوقت مو مناسب. خلص كملوا. استنى أهان، إلي شو كان بدك؟ بصراحة عمتي عملت عشاء للكل ومشان هيك قلت لحالي بخبركن. مو مشكلة إذا كنتوا بدكن تضلوا مع بعضكن، كملوا. لا لا، رح نجي. لا لا، مو مشكلة، قضوا الوقت مع بعضكن. أنا قلت رح نجي. ايه يلا رح اجي. ماشي استاذ، اسف على الازعاج بس بدي اقول لك مشان الفاتوره، لانه الفاتوره لهلا ما اندفعت استاذ، فيا ريت تدفعها. اهان، انا رح ادفع الفاتوره وجاي. مايانك، انا لما اتصلت فيك امبارح قلت لي انك رح تدفع الفاتوره. عن اي فاتوره عم يحكي؟ أنا بصراحة. أي مايانك، أنت قلت لي إنك رح تدفعها كمان، شو صار؟ شو اللي تغير؟ أنتوا عم تديروا منتجع ولا عم تديروا محل خضرة؟ بالأول تعطل النظام الأمني، وبعدها ما قدرنا نشوف تسجيلات الكاميرات، وهلأ جاي عم تقلي دفع فواتير، عم تقلي إني ما دفعت الفاتورة. في شي بيمشي بطريقة منيحة هون؟ قلي. مو معقول سوء التنظيم اللي عم يصير عندكم هون يا أستاذ. أنا دفعت الفاتورة كاملة وجاي تقلي ما حدا دفع الفاتورة؟ نظام الدفع عندكم مخربط وما عم يبين مين دفع ومين لا. تفضل امشي معي ورح نتأكد. يلا. أنا كتير آسف أستاذ، إذا عم تقول هيك فأكيد الفاتورة اندفعت، بس ظاهر صار في خربطة بالنظام عنا. أنا رح أتأكد بسرعة، معتذر. اهدى، بدي جيب غرض بس وهلأ برجع. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.